خذ ما يلزمك واترك لأخيك. هذا هو. نعم. خلي الغير هز وش يكفيك وكاين الحمد لله رب العالمين. نعم. ما حبستش تمويل للولاية راو مستمر. نعم. ولكن هز ما يكفيك وخلي لغيرك. جميل جدا. بها تعم على الناس كامل والحمد لله رب العالمين. راي اليوم غدوة تجي، غدوة تجي وبعد غدوة تجي.